الشلالية والمسيرة يمكن ما عرفتيهاش بالأول، بس عرفتيها من دلوقتي سنتين بعد الفاصل. سلوى سلوى عثمان، انت في شلة محمد سامي. والله الأستاذ محمد سامي بجد مش مسألة شلة. محمد سامي في ناس بيبقى مقتنع بيهم، يعني مثلا أحمد زاهر، يعني أعتقد والله أعلم أنه هو أنا من الناس اللي هو مقتنع بشغلهم. محمد سامي بيحب الشغل الحقيقي، يعني فهو لما بيلاقي حد هو مرتاح معاه في شغله أو كده. انت كم سنه بقى لك بتشتغلي معاه؟ حوالي هم سنتين. 2019 2020، سنتين ودي ثالث سنة. اوكي، بس انت معتمده باعماله واعمالك؟ والله الله اعلم، اعمال كبيره. بس طبعا انا يعني عملت معاه البرنس، والبرنس ده يعني صح كان بالنسبه لي الدنيا. يعني بالنسبه لي كان المشهد بتاعي ده عامل شغل جامد جدا جدا جدا. فده وبعدين هو اللي بيكتب، فهو كان كاتب في البرنس لكل واحد شخصية، يعني كل واحد بطل في مكانه. طيب رديني على السؤال اللي طرحته، أنت من شلته بغض النظر على أنه أكيد معجب بأدائك وكتار بيعجبوا بأدائك سلوى، بس اعتماده لإلك على عكس كتار من الممثلين اللي بيقولوا ما اداناش الفرصة، تعتبريها إيه؟ لا، هو ممكن على فكرة ما يبقاش مقتنع بيهم. يعني مثلا هو كان مقتنع بأحلام الجريتلي، هل أحلام الجريتلي الله يرحمها كانت من شلته؟ هي مش من شلته، ما يعني أصل عارفة شلة شلة يعني بياخدك على أكتر من عمل، يعني مش بتكون مرة واحدة. بس يعني بس انت تلات أعمال كنت متواجدة فيهم. ما هو شافني في الحاجات اللي هو أخدني فيها. يعني وهو على فكرة مثلا كان في معانا صفاء التوخي في البرنس. والله اعلم انا ممكن ابقى في العمل اللي جاي مثلا ولا لا، ما هو دي انت حاجه ما تعرفيهاش. ممكن مثلا صفاء التوخي ما كانتش تبقى السعوديه مثلا. بس سلوى انت قلتي هي بيضه اصلها قوي، عرفت؟ انت عم تقولي مقتنعه، مفترض يكون مقتنع بادائك. انت بالاول قلتي لي انا ما كان عندي مسيرات، ما كنت بشلل معينه، هل ما كانوا مقتنعين بادائك برضو؟ لا، كان اكيد كانوا مقتنعين بادائك، بس ولا مره كنت محسوبه على حد. لا انا ما كنتش محسوبه على حد. ليه محسوبه على محمد سامي؟ والله يا جماعه انا نفسي افضل محسوبه على محمد سامي على فكره. دي حاجه مش هتزعلني، حاجه تفرحني، لانه انا برضو برتاح معاه في الشغل. يعني انا بحس ان هو بيدي كل واحد حقه. ليه برتاح معاه في الشغل؟ عشان حاسه ان هو بيديني حقي، بيدي غيري حقه، كل واحد بيدي له حقه في الشغل. فطبعا لما انا اكون عامله معاه عمل زي البرنس ده وعامله معاه لؤلؤ، يعني هو طبعا ما كانش المخرج بتاع لؤلؤ، كان محمد عبد السلام، بس كان هو مشرف عام بالنسبه للعمل. فانا بعمل ادوار حلوه معاه، فازاي انا مش هبقى مبسوطه ان انا بعمل معاه ادوار حلوه؟ طب ايه رايك باللي قالته مها احمد؟ بصي مها، لا انا ما حبيتش انها تقول كده. ليه؟ يعني هي حتى لو في عشم بينها وبين زمايلها او في عتاب بينها وبين زمايلها، ما هو اكيد كلنا عندنا ممكن يبقى عندنا عتاب بيننا وبين حد. بس انا مش لازم كنت اقوله على الملأ ده. ما من وجعها، من وجعها يا سلوى ما بتشتغلش. لا برضو ما برضو ما يعني انا مره قعدت سنه ما بشتغلش يا رغد، سنه بحالها ما بشتغلش. هي 7 سنين ما اشتغلتش، مش عارفه. انت بس سنه، هي 7. بس انا عن نفسي بحط همي جوه نفسي وما بقولوش، وبقعد بقى ايه انا ومع ربنا بقى كده وادعي له وبتاع عشان خاطر انا ابتدي تاني مثلا اشتغل او اطلب. انا ما بطلبش حاجه من بني ادمين على فكره، انا بطلب دايما من ربنا مباشره، اللي هو انا توكلي واعتمادي عليه اساسا، لان ما فيش حد بيعمل لك حاجه غير من خلال ان ربنا يسوق لك البني ادم ده او يسبب لك البني ادم ده سبب انك انت تعملي حاجه حلوه. والله العظيم انا مش بتكلم الكلام ده مجرد انا عايزه اقول، يعني انت برايك ده كلام حقيقي. برايك غلطت مها؟ اخطات؟ يعني ما كانش لازم تعمل ده يعني قوي، لانه برضو دول زمايلها في النهايه وممكن تقابلهم وتشتغل معاهم. الله اعلم، يعني اكيد رزقها ممكن يجي لها معاهم. فكده هي يعني انها تتكلم على الملأ. بس يا سلوى الشلاليه موضوع كتير موجود بالساحه الفنيه،
يعني ده بيخلي كتار يتوجعوا انه ده محسوب على فلان ده يشتغل، وانا ممكن اقعد 7 8 سنين ما اشتغلش. طب انا هقول لك على حاجه، ما ساعات لما بيبقى ممثل محسوب على حد تيجي تروحي لحد تاني مخرج تاني يبقى مش يعني عارفه بيشتغل معاكي وهو ايه يعني على مضض انك انت اساسا محسوبه على حد، انت بتبقي في شغل كويس جالك مع حد مثلا زي محمد سامي، فجالي بالصدفه ان هو الادوار اللي كانت موجوده انا فيها، يعني مثلا احمد زاهر صاحب محمد سامي جدا. احمد زاهر مثلا ما اشتغلش في نسل الاغراب، ليه؟ لان ما كانتش في حاجه مناسبه بالنسبه له في نسل الاغراب. مثلا اشتغل برنس لؤلؤ، في حاجات تانية ممكن اشتغل فيها محمد سامي، ما اخدش مثلا احمد وصاحبه. هو بعتقد القرار لاحمد في هذا الموضوع، يعني مش راجع برضه لمحمد، لانه كان احمد مقتنع، قال انا عملت دور كتير مقتنع فيه، من النادر علي ارجع اقتنع بدور اخر من بعد الدور اللي قديه. اللي هو مثلا بقرار شخصي يعني اكتر ما يكون تم اختياره. بقرار شخصي، ما هو ممكن لو بقى شلاليه وعايز يرضي ان سامي ان هو دايما بيشتغل معاه كان هيشتغل. سلوى، محمد سامي شخصيه صعبه. هو بصي إيه هو إيه وضعه؟ احنا عاوزين نعرف منك، انت اشتغلت معه بس كتار من اللي اشتغلوا معه بيعتبروه شخص قاسي، بيوجه اهانات للناس العاملين معه، للكومبارس كمان عندهم اهانات بتتوجه لهم لدرجه انه وقفوا العمل فتره احتجاجا على اللي صار، هو شخصيه بالشكل ده؟ بصي محمد سامي بيحب كل حاجه صح بجد، يعني عايز الحاجه اللي قدامه طب يديله الحق يوجه انتقاداته ويجرح الاخرين. بص لا طبعا هو مش انا ما شفتش حكايه الكومبارس دي عشان برضو ما اشهدش بشهاده انا ما شفتهاش، يعني بس ما سمعتيش فيها؟ الناس بتقول، انا ماليش دعوه، انا ليا اللي اشوفه وليا اللي بيتعامل معايا مثلا التعامل معايا ومع زمايلي اللي كانوا موجودين. طب ما احنا عندنا ناس كتير جدا كانوا، مثلا ادوار موجود، دياب موجود، استاذه فردوس كانت موجوده، انا موجوده، ما حدش فينا واحنا بنشتغل اتوجه له اهانه. ما حصلش والله ما حصل، مش بقول كده عشان انا بدافع، بس انا بتكلم بقى في حته الكومبارس. هم مثلا كانوا 450 وانت عارفه، وبعدين المخرج، في مخرجين بيبقوا عصبيين مش شرط اي، هو شخص عصبي؟ كل المخرجين تقريبا بيبقوا عصبيين لما بس مش كل المخرجين بيطلع عليهم كلام بهالشكل مثل ما طلع على محمد، مع احترامنا الشديد له بالاونه الاخيره. بصي صح؟ كان معاه كام كومبارس؟ كان معاه حوالي 450. مش اول عمل فيه 450. الشغل في بره في الخارجي والحاجات دي صعب جدا، وبعدين هو بيبقى عايز صوره معينه بطريقه معينه، او ده يعدي في الوقت ده له الحق، لا ما يديش الحق لحد خالص ان هو يهين حد خالص. بس انت ما تعرفيش، انا يعني انا مش عايزه اتكلم ليه، مش عشان محمد سامي ولا مش عايزه اقول عليه حاجه، انا مش عايزه اتكلم عشان انا ما شفتش الواقعه، عشان انا ما شفتش ايه اللي حصل. ما انت مين اللي وصلك، حتى لو ما الله اعلم يعني اذا كان زي ما بيقولوا، ايه اللي وصله لده؟ انت ما تعرفيش، يعني انت مش جوه الحدث عشان تعرفي ايه هو اللي خلاه مثلا يوصل لكده. ده لو كان وصل لده، لان انا ما شفتش كويس، ممكن يكونوا حد عمل حاجه خارجه عن المألوف، ان هو مش وكمان صعب قوي تتحكمي في 450 بني ادم. ف يعني الواقعه دي بالذات، بس لو كان ده الواقع كانت مظبوطه، ما بفتكر في اي انسان بيرضاها على لا نفسه. لا طبعا الإهانة. انا ما تعرضت لاهانه من اي مخرج سلوى بمشوارك؟ لا مش، ما فيش اهانات، بس ساعات المخرج يتعصب شويه، يعني عارفه ازاي. ايه ابشع ملاحظه او كلمه قالت لك؟ ابشع ملاحظه؟ لا والحقيقه انا ما عنديش ملاحظات بشعه والله بجد. يعني انا ببقى بحاول ان انا استوعب قوي الكلام اللي بيقوله المخرج، عشان يعني ما احبش ما تعرضش للمواقف دي، عشان ما تعرضش. بجد انا ببقى متنبهه قوي يعني. طيب ايه النصيحه؟